السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، صباحكم سعيد. مرحبا بكم أعزائي الكرام في فيديو جديد على قناتكم تربويات مع الأستاذ محمد البخار. بلا شك جميع الطلبة والطالبات مقبلين والمقبلات على مباراة التوظيف بالأساتذة، أطر الأكاديميات وملحق الاقتصاد والإدارة كيتسناو على أحر من الجمر اللوائح ديال المترشحين والمترشحات المقبولين للجهاز المباراة الكتابية. إذا إن شاء الله ما يكون غير الخير، وتفاءلوا بالخير تجده. إذا هذا الفيديو غادي نتكلم لكم على لوائح المترشحين والمترشحات لمباراة توظيف الأساتذة أطر الأكاديميات دورة نوفمبر 2020. غادي نهضر على جميع الحيثيات اللي ممكن تصادفوها. إذا بقوا معايا باش نعرفوا جميع الحيثيات. اذا هنايا عندي جوج ديال التساؤلات. التساؤل الاول، متى سيتم الاعلان عن لوائح المترشحين المقبولين للجهاز الاختبارات الكتابيه؟ والتساؤل الثاني، اين يمكن ايجاد لوائح المترشحين والمترشحات؟ اذا عندي جوج ديال التساؤلات في هذا الفيديو غادي نجاوب عليهم. التساؤل الاول قلنا هو متى سيتم الاعلان عن لوائح المترشحين المقبولين للجهاز الاختبارات الكتابيه، والثاني هو أين يمكن إيجاد لوائح المترشحين والمترشحات؟ السؤال الأول جوابه من خلال الجدول الزمنية لأهم محطات إجراء المباريات التوظيف من طرف وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي. إذا جواب هذا السؤال هو أنه الوزارة حددت يوم 23 من نوفمبر 2020 للإعلان عن لوائح المترشحين المقبولين لاجتياز الاختبارات الكتابية في كل من مباراة توظيف الأساتذة أطر الأكاديميات أو ملحق الإدارة والاقتصاد أطر الأكاديميات. إذا الموعد هو اليوم 23 نوفمبر 2020 إن شاء الله. جواب على السؤال الثاني، أين يمكن إيجاد لوائح المترشحين والمترشحات؟ إذا أولا يمكن لي نلقاهم عبر موقع الرسمي للوزارة، وزارة التربية الوطنية www.man.gov.ma. هذا الموقع هذا ممكن نلقى فيه لوائح المترشحين. ثانيا عبر صفحة وزارة التربية الوطنية على منصة التواصل الاجتماعي فيسبوك، اللي هي هذه. ثالثا صفحات الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين على الفيسبوك، مثلا كتلقى صفحة الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بطنجة تطوان الحسيمة مثلا على الفيسبوك، كتدخل لها كتلقى لوائح المترشحين في جميع المديريات الإقليمية، أو لا يمكن كل مديرية تطرح اللوائح ديالها على حدة، يعني عبر صفحات المديريات الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي دائما على منصة التواصل الاجتماعي الفيسبوك. إذا هادشي اللي كان عندي في هذا الفيديو، كنتمنى لكم كل التوفيق والسداد. حاولوا تركزوا مزيان في الامتحان وربي غادي يسر الأمور. قناة تربويات مع الأستاذ محمد البخاري تشكركم وتتمنى لكم كل التوفيق والسداد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.